السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع جميل جدا، تقدر تعمل من خلاله رسوم متحركة، وزي ما انت شايف سهل جدا جدا. يعني انت مجرد بس بتبدأ تحدد الشكل اللي انت عايزه، وبعد كده انت محتاج بقى تغير كوباية القهوة دي، الشاي، عايز تغير شكل الشخص دوت، فبيديك أشكال متعددة. فهو برنامج سهل جدا إن أنت تستخدمه أونلاين، وممكن كمان تسطبه تقول بلجن على الفيجما أو على السكتش. طيب خلينا نبدأ إن إحنا نعمل حساب. دي أشكال كتيرة جاهزة، فأنا طلعت حاجة خاصة بالورك عندي، مثلا عرض تقديمي فعايز صورة معينة، فخلينا نقول ورك. نبدأ بقى نختار الشكل اللي إحنا عايزينه ونقدر نعدل فيه. تمام، اخترنا مثلا الشكل ده، دي الصورة اللي موجودة، فابدأ اعملها ايديت. تمام، فانت عايز انهي جزء اللي اتعدل فيه، مجرد تعمل سيلكت كده يبدأ يديك حاجات مقترحة. مثلا الرجل مثلا اهي، القعدة مثلا، الراجل مثلا خليه يغير بالشكل دوت، الشكل الجزء اللي فوق. تمام، كأن انا بقول له مثلا عندنا احتفال النهاردة، عندنا عيد ميلاد، الوش بتاعه مثلا، الشعر، مفيش واحد عندها دقن، هات لنا. انت وذوقك بقى، اعمل حاجة حلوة كده. الـ مثلا اكسسوري، الحاجات اللي في الودان دي. وهكذا، فتقدر ان انت تختار الحاجة اللي انت عايزها. طيب محتاج تغير الباك جراوند، تعالى كده اقول له انا عايز الباك جراوند، غير الشكل الباك جراوند اللي انت عايزه. فزي ما انت شايف الموضوع سهل جدا في التعديل. الكاربت ممكن بقى تعدلها وتخلي قطة بدل كلب، مع احترامنا للكلاب عشان محدش يزعل. فتقدر تعدل زي ما انت عايز. يبقى انت عندك مخزن من الصور اللي تقدر تستخدمها، سواء مثلا بتعمل عرض تقديم باوربوينت او أب. تقدر تقول له انا عايز احملها اس بي ان جي او سي اف جي. سي اف جي بيبقى فيه امكانيه اكتر للتعديل، على اساس انها بتنزل ليروت. تقدر تعمل شير ليها، تقدر تعملها سيف، تسيفها بحيث ان انت تبقى في الحساب بتاعك. طبعا كل ده بعد ما تعمل ساين ان.